بك رامز، السلام عليكم. معكم مشرف عبد البسيط. كنتمنى ان شاء الله كل شيء يكون مزيان وفي صحه جيده. الحلقه ديال اليوم ان شاء الله غادي نخصوها البليغات، يعني بليغات بجنجلان كيطلعوا رائعين بزاف وطلبوا مني من بعض الاخوات ان شاء الله، وغادي تشوفوا طريقه مزيان وطريقه سهله. هنا كما كتلاحظوا هذا الجنجلان، هذا كنغربلوه مزيان، كنقيوه الا بغيتو تغسلوه، يعني كنغسلوه كنشفوه حتى كينشف مزيان وكنقيوه، وقبل ما نقيوه كندوزوه في هاد الصفاي بحال هكذا باش كيحيد له هذاك الحجر وديك الغبره وداك الشيء، باش كيبقى داك الشيء ساهل دغيا كيجيكم يعني تنقيه ساهل. عندي هنايا نشوفوا المقادير ديالنا. عندنا هنايا نص كيلو ديال الجنجلان، يعني 500 غرام، نص كيلو، ونص كيلو ديال الدقيق كما كتلاحظوا الدقيق الممتاز. وعندي هنايا واحد الساشية ديال الخميرة ديال الحلويات الكيميائية، يعني 8 غرام ولا 10 غرام كيف كيف. هنايا واحد ملعقة صغيرة ديال فانيل، يعني بودرة، انتم يمكن لكم تعملوا ساشية ولا جوج. وعندي هنايا واحد 30 غرام ديال الزيت، يعني واحد 3 ديال المعالق كبارين. عندي واحد ملعقة تقريبا كبيرة ديال القرفة، وعندي واحد ملعقة كبيرة مخلط فيها حبة حلاوة والنفع. وهنايا عندي واحد ملعقة كبيرة والنصف ديال الخل، يعني الكحول. وعندي هنايا واحد شويه ديال واحد 3 ديال الحبات ديال المسكه الحره مهرسه، يعني مدكدكه. هنايا غادي نعملوها ديريكت. هنايا وهنايا عندي واحد تقريبا واحد النصف ما كاملش نص ديال كاس العنبه ديال الزبده مذوبه، يعني واحد 6 ديال المعالق كبار. وعندي هنايا واحد ماء الزهر، يعني واحد يعني تقريبا واحد 250 مليلتر ديال ماء الزهر، وغادي نزيدو واحد شويه ديال الماء الى خاصنا ان شاء الله. انا كما كتلاحظوا عملنا هنايا مسكه حره. هنا غادي نعملو هاد الجنجله ديالنا، عملنا الجنجله ديالنا، غادي نعملو عليه الدقيق. طريقة يعني سهلة، ماشي صعيبة ولا شي حاجة. هنا غادي نعملو هاد الخميرة وهاد الفانيل. وهنا إلا بغيتو تعملو معاها البودرة ديال اللوز، يعني اللوز تهرسوه يكون مدكدك مزيان وتعملوه معاه. هنايا هاد القرفة وهاد، هنايا غادي نخلطو هادشي هذا مزيان، خليو هادو على جنب وغادي نخلطو. وهنا غادي نعملو هاد الزيت ديالنا، وغادي نعملو هاد الخل من الكحول. وهنا غادي نعملو كما قلنا هاد 6 ديال المعالق، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة. هنايا غادي نخلط هادشي مزيان بحال هكدا، هانتوما كيما بحال هكدا يعني كيكون مخلط. وهنايا غادي نعملو ماء الزهر، يعني بهاد الطريقة. وهنايا عملت واحد الكاس ديال الماء، يعني كاس باش غادي نشوفو إلا زدنا شي حاجة. هي راه ما زدت ليها لا ما لا حتى شي حاجه، هانتوما الكاس يعني اللي وريتكم هو هذا. هنايا دابا نخلطوها بهذه الطريقه، هذا هو العجين ديالها.
كنعجنوها مزيان بهذه الطريقه. بحال هكذا عاوتاني كنقلبهم هنا ونعجنو بهذه الطريقه مزيان واحد المده ديال يعني نقلبهم هنا ونقلبهم هنا ومن هنا ومن جهه اخرى يعني، وكندلكوها بهذه الطريقه حتى تعجن مزيان. ودابا هانتوما ها العجينه ديالنا كما كتلاحظوا، دابا دلكناها مزيان هانتوما بحال هكا. وهنايا كناخذوا مثلا نعملوا ليها الطريقه بحال هكا، وهنايا مثلا نقطعوها على الاطراف اللي بغينا، يعني شحال بغينا كبيره ولا صغيره ولا مثلا بحال هكا. باش تبقى تصلح لينا الكيسميتو اللي غادي باش غادي نصوبو ان شاء الله بحال هكا. كما كتلاحظوا ها هو الكورس ديالنا، يعني عملتو شويه في الثلاجه باش كيشد شويه راسو مزيان باش كيصلح لينا نطلقوها. هنايا دابا اما غادي نطلقوها على سطح العمل او نعملو شي بلاستيك بحال هكذا. مثلا من الاحسن نتوما تعملو بلاستيك بهذه الطريقه هذه ان شاء الله باش غادي يصلح لكم. وهنا غادي ناخذو هذا نطلق هذا اللي كتلقاه كيخرج العجينه من الوسط، وغادي نمشيو معها بهذه الطريقه هذه بحال هكذا. يعني كتجي تقريبا بحال الرق ديال المخرقه يعني ديال الشباكيه. هانتوما بحال هكذا، هذا هو الرق اللي بغيت، يعني الرق بحال هكذا. وهنايا كنجيبو مثلا نجيبو الموش او الجراره او شي حاجه مثلا كتجيكم سهله. انا غادي نقطعها بحال هكذا، كنزول ليها نشوف واش كتبان. فوالا هنايا غادي نزول هاد الحواف هادو، هاد الجوانب، هاد الزوائد اللي زايدين هنايا كنزولوهم بهاد الطريقه. هنا عاوتاني علاش البلاستيكه باش تبقى تدور، يعني كتحكم فيها كيف ما بغيتي. هنايا عاوتاني كنجيب بحال هكذا، يعني نجيبها نيشان باش نجيبها مقاده باش تعطي ليا المربعات كيكونوا مقادين. وهنايا حاولوا ملي كتقطعوا ما تجروش، الا جريتو ولا مشيتو تقدر الجراره، خص الجراره تكون كبيره على هذه، تكون كبيره عادي يمكن لكم تعملوا هذيك العمليه. ولا مثلا هذيك باش كيقطعوا البيتزا هذيك حتى هي مزيانه. هانتوما دابا شفتو الطريقه كيفاش كنعملوا لهاد البليغات بزنجلان. هانتوما بحال هكذا كنجيبو واحد الرولو، هذا مقاد، هذا نيشان، نقادوها بحال هكذا باش تجينا مربع نيشان ولا مستطيل نيشان. وهنايا غادي مثلا غادي تجيبو شي حاجه باش غادي تسطرو بها مثلا بحال هكذا. انا كنمشي بحال هكذا، بغيتو تسطرو نتوما بشي حاجه يمكن لكم تسطرو بشي حاجه هنا بحال هكذا. انا غادي نمشي بحال هكذا مهما سطرت، انا كنمشي مع هذه الطريقه هكا باش كتقطع لينا العجين ديالنا. هنايا بنفس الطريقه هنايا عاوتاني كندورو العجينه، وعاوتاني كنجيو بنفس الطريقه عاوتاني كنتراسيو بحال هكذا. هانتوما باش تجيكم ساهله التقطع، هانتوما بحال هكذا. هنا واحد شويه زايد غادي نزولوه بهذه الطريقه،
واخا ما كتبان لكمش نجرب شويه هنا يعني. مع كنسال اخر التصوير مع كنقربها شي شويه على حسب باش يبان لكم مزيان. انا علاش كنبعد دائما لاحظتوا كنبعد الكاميرا يعني علاش باش تبان لكم يعني يبان لكم كلشي طريقه الخدمه الحركات باش كيبان كلشي. هانتو وهنا اللي بغى مثلا شي كوموند ديال هادشي الحلويات المعسلات ولا شي حاجه بحال هكذا يعني في مدينه طنجه غادي نخلي لكم الرقم ديال السيده في صندوق الوصف اتصلوا بها اي حاجه بغيتوها تعملها لكم راه كتعمل حاجه زينه. هانتوما بحال هكذا هانتوما يعني كتجي بهذه الطريقه مفصله ناضيه. وهنايا غادي نشكلوا البليغات ديالنا كناخذو بحال هكذا هانتوما كنعملوا الاصبع بحال هكذا وكنضغطوا هنايا شي شويه هانتوما بحال هكذا كنشدوها هنا وهنا كنضغطوا هنايا كنبريسيو يعني كنضغطوا عليها مزيان بحال هكذا هانتوما يعني خصها تجي بحال هكذا يعني تجي مبريسي هاد الادونات هادو بجوج بريسيو تكيو عليهم مزيان. وهنايا عاوتاني نستمروا بنفس الطريقه هانتوما بحال هكذا هنايا كنضغطوا عليها مزيان بحال هكا ونزلوا يعني بحال هكذا عاوتاني بنفس الطريقه. وهنايا هذه الى عملتو يعني النص بالنص الجنجلان والدقيق يعني كتكون قاصحه شي شويه صعيبه للمبتدئين ولكن نتوما غادي تعملوا شويه الدقيق يعني اكثر من السمسم يعني تعملوا كيلو ولا نص كيلو ديال الدقيق وتعملوا ربعه ديال الجنجلان. هانتوما هنايا كنضغطو مزيان كنبريسيو هنايا الا ما بريسيتيش هنايا غتحلك في المقله. هنايا كنوضعو الصبع دائما كنجاوب بحال هكذا كندخلو العجينه هنا كنوضعو الصبع هنايا في الوسط غير على حساب الراس غير الراس هذا كنزلو عليه هاد الودن كنشدو بهذا الصبع الاخر هنا كنزلو فوق منه بحال هكذا وكنبريسيو عليها هانتوما هنايا من بعد ما نساليكوش ان شاء الله ونولي معكم بنفس الطريقه كما كتشوفوا الحاجه الله يرضى عليكم طبقوا بنفس الطريقه. هنايا دابا كنتمنى ان شاء الله تكونوا يعني راقبتوا مزيان وشفتوا الطريقه التحضير ديال البليغات بالسمسم يعني بجنجلان. كنتمنى ان شاء الله يعني دائما تكونوا كما كنقول لكم تكونوا مركزين. هنايا اللي بغى يعمل بحال مثلا بحال هكا يعملوا في الصباح يخليه في العشيه العشيه عادي يقليه باش ينشف اولا يعدلو في الليل في العشيه ويخليه حتى لغد ليه ويقليه يعني لا حرج ما فيه لا خميره لا شي حاجه اللي غادي بالعكس ديك الساعه كيبس كيشد راسو مزيان باش يصلح لكم في القلي كيجي رائع بزاف. دابا غادي نخليه حتى ينشف وملي غادي نولي معكم المقله ديريكت ان شاء الله. دابا الزيت هي سخنات دابا ان شاء الله غادي نعملو هاد البليغات ديالنا. هنايا النار كتكون ناقصه ما كتكونش مجهده هنايا كما كتلاحظوا بحال هكذا يعني بقا نحركوهم بحال هكذا باش يطيبوا كاملين لون واحد يعني بحال شكل البريوات. كنستمروا معاهم بحال هكذا حتى يطيبوا لنا ان شاء الله. هنايا من بعد ما خداو لينا اللون ديال الطياب كما كتلاحظوا بحال هكذا هنايا كنصفيوهم شويه مزيان وكنعملوا العسل بحال هكذا. هانتوما العسل كتكون ثقيله شي شويه ما كتكونش طلوقه بزاف بحال الماء هانتوما بحال هكذا
هيا كنعمل كلشي هنايا في دقه واحده. وهذا الزنجلان اللي كيكون هنايا في المقله ملي كنسالو كنخليو الزيت تاعو كتبرد وكنبغيو حتى نشعلو عليه مره اخرى كنسخنو شي شويه الزيت وديك الساعه نسخنو غير شويه ماشي بزاف وديك الساعه كنصفيوها بحال هكدا. دابا كنتكيو على هاد البليغه ديالنا باش يغطسو شويه في العسل غير هما كيتعطلو شويه ما كيشربوش راه كيتعطلو خصنا نخليوهم بحال هكدا يشربوا. دابا هنا واخا غادي نزيد مقله اخرى غادي نزيدها عليها يعني وصلنا لنهايه الحلقه. هل البليغات ديالنا بالزنجلان ولا بالسمسم كنتمنى ان شاء الله تجربوهم بهذه الطريقه راه كيطلعوا رائعين بزاف وساهلين وفتيين بزاف. هنا كما كتلاحظوا يعني انتم باش تشوفوا انتم يعني سهل يعني فتي بزاف. كنتمنى ان شاء الله تجربوه بهذه الطريقه هذه. واللي مثلا باغي يعمل نص مثلا كما قلت لكم مثلا نص كيلو ديال الدقيق يعني 500 غرام ديال الدقيق وتعمل غير 300 غرام ديال السمسم. اللي باغي يعني يكون غني بالسمسم يعمل النص بالنص ولكن اللي غيخدم الخدمه يعني ديريكت من العجينه يطلقوا ديريكت باش يبقى يصلح له باش يصلح لكم ما يعذبكمش في الخدمه. وكنتمنى ان شاء الله تبارطاجيو المعلومه مع الجميع وشكرا لكم والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.